موقع أنا السلفي. من أسباب نمأ شجرة الإيمان أن تتدبر محاسن الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله عز وجل على العباد بنزول القرآن وبكمال القرآن وبكمال التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أول نعمة تمنن الله عز وجل على العباد بها في سورة النعم، في سورة النحل قال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأعظم نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد أن الله عز وجل أنزل إليهم الكتب وأرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وتمت هذه النعمة بخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وبتمام التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. مهما تدبر العبد محاسن الإسلام من جهة العبادات أو من جهة المعاملات أو من جهة العقائد، لا بد أن يعرف محاسن الإسلام، ولا بد أن يدخل في دين الملك العلام إن كان قاصدا للحق طالبا للحق. فالدين عند الله هو الإسلام. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.